حضرات السيدات والسادة، أود بداية أن أتقدم إليكم جميعا لعبارات الشكر والتقدير على تلبيتكم الدعوة لحضور هذا اللقاء الخاص بتقديم حصيلة تفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان. هو حضور دال على اهتمامكم المتواصل بالأوراق الإصلاحية للمملكة في مجال حقوق الإنسان. وأغتنمها مناسبة لأؤكد لكم حرص المملكة المغربية على تعزيز التعاون مع شركائها الدوليين لمواصلة العمل المشترك الرامي إلى تعزيز حقوق الإنسان. ولا شك أن هذا اللقاء يعكس رغبتنا في إيلاء مزيد من الاهتمام والعناية لقضايا حقوق الإنسان تماشيا مع الإرادة العليا للمملكة المكرسة دستوريا والمعلنة على صعيد الممارسة الاتفاقية الدولية والتي تؤكد توافقا وطنيا راسخا يجعل من حقوق الإنسان ذلك المشترك الإنساني الذي يربط المغاربة فيما بينهم ويجمعهم مع باقي الشعوب والمجتمعات والدول. في هذا الإطار جعلت هذه الحقوق من حقوق الإنسان مرتكزا أساسيا في برنامجها 21-26 حيث أكدت فيه حرصها والتزامها بأن تجعل من الديمقراطية وسيادة القانون وحقوق الإنسان والحريات قضايا أفقية رئيسية ومشتركة بين القطاعات، وهو ما يترجم على مستوى الاستراتيجية قناعة سياسية لدى الحكومة بالحاجة إلى مواصلة تعزيز أوراق الإصلاح في مجال الديمقراطية وحقوق الإنسان والتنمية. ويفقها هذا التوجه حرصت الحكومة على تعزيز الوفاء بالتزامات الدولية للمملكة من خلال إيلاء العناية اللازمة لتفاعل المملكة المغربية مع الآليات الأممية لحقوق الإنسان، خاصة الاستعراض الدولي الشامل وهيئات المعاهدات، حيث عرفت العلاقة معها زخما هاما على صعيد الحوارات التفاعلية التي همت خلال السنتين الأخيرتين فحص ثلاث تقارير وطنية ويتعلق الأمر بالتقرير الجامع للتقريرين الدوليين الخامس والسادس المتعلق بإعمال اتفاقية الفضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة. وفي يونيو 2022 التقرير الوطني برسم الجولة الرابعة للاستعراض الدولي الشامل، في نوفمبر 2022 التقرير الدولي الثاني حول إعمال اتفاقية حماية جميع عمال المهاجرين وأفراد أسرهم. وفي مارس 2023 كما أن المملكة المغربية مقبلة على فحص تقريرها الجامع للتقارير الدولية 16 و20 و21 المتعلقة بإعمال الاتفاقيات الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري من طرف اللجنة الأممية المعنية وذلك يومين 22 و23 نوفمبر 2023. وقد شكلت هذه المناسبات فرصة لتطوير حوارات تفاعلية إيجابية وبناءة تكرس الالتزام والمسؤولية والانفتاح والتعاون من جانب المملكة المغربية، وتعكس الخبرة والمتابعة والمواكبة من جانب مختلف الآليات الدولية المالية، حيث حظيت الأوراق الإصلاحية تباشر المملكة المغربية في مجال حقوق الإنسان باهتمام ومتابعة هذه الآليات، كما كانت الخصاصات والتحديات محط اهتمام وعناية من جانبها من خلال تخصيص هذه التوصية دعت إلى مواصلة الجهود التي تبذلها المملكة لتعزيز التمتع الفعلي بالحقوق المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والفئوية. في هذا الباب شهدت جلسة فحص التقرير الوطني في إطار الجولة الرابعة من آلية استعراض الدولي الشامل تدخل 120 دولة أبدت اهتمامها بمصالح بلادنا في مجال حقوق الإنسان. وجهت هذه الدول 306 توصية، وقد حظيت 87% من هذه التوصيات بالقبول أو الجزء من طرفها. واستند موقف المملكة المغربية للتوصيات الموجهة إليها إلى قاعدتين جوهريتين هما الاحترام التام للالتزامات الاتفاقية كما صادقت عليها المملكة والعمل في إطار أحكام الدستور. وفي سياق فحص التقرير الدوري الجامع
التقريرين الخامس والسادس لإعمال اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة خلال شهر يونيو 22 سجلت لجنة القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة الجوانب الإيجابية والمبادرات والإجراءات التي باشرتها للمهود بحقوق المرأة. كما أثارت اللجنة الأممية من خلال 23 توصية مركبة وفق محاور موضوعاتية العديد من الانشغالات والتحديات ترتبط بتعزيز تمكين المرأة وتقوية حماية حقوقها والتي تتطلب مضاعفة الجهود لتجاوزها. وأغتنمها مناسبة للتذكير بالمبادرة الملكية السامية بتكليف لجنة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف بتكليف هيئة مشتركة من المؤسسات المعنية للإشراف على مراجعة مدونة الأسرة في أجل 6 أشهر، وهي الهيئة التي شرعت في الأسبوع الماضي في عقد اجتماعات تحضيرية وتشاورية بما يمكن من تنفيذ التوجيهات الملكية الرامية إلى النهوض بقضايا الأسرة والمرأة والطفل. شكرا لكم وأعتذر مرة أخرى. ترجو ما تنساوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو هذا الفيديو مع صحابكم، وما تنساوش ديروا جيم الموقع إحاطة على شبكات التواصل الاجتماعي.